شعراء العرب، وكان جوادا يشبه شعره جوده، وكان حيثما نزل عرف منزله، ويصدق قوله فعله. وإذا قاتل غلب، وإذا سئل وهب، وإذا ضرب بالقداح فاز. وكان يقسم بالله ألا يقتل أحدا في الشهر الأصم رجب. وكانت مصر تعظمه في الجاهلية، وكان ينحر في كل يوم 10 من الإبل، فأطعم الناس واجتمعوا إليه. إنه حاتم بن عبد الله الطائي المكنى بأبي سفانة من قبيلة طيء، أمه عتبة بنت عفيف بن عمرو بن أخزم. عرف عنها اليسر والسخاء، حجز عليها إخوتها ومنعوها مالها خوفا من التبذير. نشأ ابنها حاتم على غرارها بالجود والكرم، يعتبر أشهر العرب بالشهامة والسخاء وإغاثة الملهوف، حتى أصبح مضرب مثل تفاخر به العرب. كثيرة هي المواقف التي تشهد لمروءة أبي سفانة، إلا أن أكثرها شهرة هو الذي حدثتنا عنه زوجته ماوية، حيث قالت: أصابت الناس سنة قحط أذهب فيها الخف والظلف، وقد أخذني وإياه الجوع وأسهرنا، فإذا شيء قد أقبل، فرفع رأسه فإذا امرأة، فقال: ما هذا؟ فقالت: يا أبا عدي، أتيتك من عند صبية يتعاون كالكلاب أو كالذئاب جوعا. فقال لها: أحضري صبيانك فوالله لأشبعنهم. فقامت سريعة لأولادها، فرفعت رأسي وقلت له: يا حاتم، بماذا تشبع أطفالها؟ فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل. فقال: والله لأشبعنك وأشبعن صبيانك وصبيانها. فلما جاءت المرأة نهض قائما وأخذ المدية بيده وعمد إلى فرسه فذبحه، ثم أجج نارا ودفع إليها شفرة وقال: اقطعي واشوي وكلي وأطعمي صبيانك. فأكلت المرأة وأشبعت صبيانها، فأيقظت أولادي وأكلت وأطعمتهم. فقال: والله إن هذا لهو اللؤم، تأكلون وأهل الحي حالهم مثل حالكم؟ ثم أتى الحي بيتا بيتا يقول لهم: انهضوا بالنار فاجتمعوا حول الفرس. ولا والله ما ذاقها حاتم، وإنه لأشدهم جوعا. يعد حاتم الطائي من أشهر شعراء الجاهلية، ويقال أنه تزوج مرتين في حياته، الأولى من امرأة تدعى نوار، أما زوجته الثانية فكانت ماوية بنت غفرز، وكانت ملكة من ملكات الحيرة، تقرر الزواج بمن تشاء من الرجال.